بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. تحدثنا قبل الفاصل عن أبرز الشائعات الخاصة في علم التغذية، وهي أن تقليل عدد الوجبات اليومية يساعد في تقليل الوزن، وهذا خطأ، وأن تناول الفواكه بعد الوجبة يعطيك أعلى فائدة مرجوة منها، وهذا أيضا خطأ، وأيضا شرب كوب من الماء الدافئ على الريق قد يحرق الدهون، وهو أيضا أمر خاطئ، وسنتابع. تقول الشائعة الرابعة: يجب إيقاف الكربوهيدرات، أي النشويات كالخبز والأرز، عند تخفيف الوزن والاعتماد فقط على البروتين مثل اللحوم والبيض، وهذا خطأ، حيث أن المصدر الرئيسي للطاقة في أجسامنا نأخذه من النشويات، وتشكل هذه الطاقة ما نسبته 70% من جسمنا من أجل العمليات الحيوية الداخلية للأعضاء. لذلك إذا تم إيقافها سيبحث الجسم عن مصدر بديل للطاقة وهو البروتين، لكن مشكلة البروتين أنه عند استهلاكه كمصدر للطاقة ينتج عنه النيتروجين، والبروتين يستخدم في الجسم من أجل عمليات الهدم والبناء والعضلات والجروح مثلا. إذن أصبح لدينا ثلاث مشكلات: أولا أن البروتين اللازم للبناء يذهب للطاقة فيكون هناك نقص في العمليات الحيوية. ثانيا أن نواتج الاستهلاك للبروتين هي النيتروجين الزائد والذي سيرهق الكلى التي تعتبر مصفاة الجسم. ثالثا أن هذا الموضوع سيؤثر على العضلات فتضمر ويقل وزنها، لأن وجود العضلات يزيد من نسبة الحرق، وبالتالي إذا قل وزنها في الجسم ستقل نسبة الحرق. والحل هو عدم إيقاف النشويات والاعتماد على البروتين، ولكن مع أخذ الكميات الكافية والمتوازنة من كل المجموعات الغذائية الخمسة، وهي النشويات، البروتينات، الخضار، الفواكه والألبان. الشائعة الخامسة تقول: إن استعمال الحزام المطاطي يساعد في خسارة الوزن وزيادة التعرق في التمارين، هو أمر مفيد للجسم، وهذا خطأ. الحزام المطاطي أو شورتات التنحيف كما يتم تسويقها مصنوعة من مواد تحتفظ بالعرق والحرارة، فتؤدي إلى تجمعه في المنطقة وتوهم الإنسان أنه تمكن من التخلص من الدهون، ولكن هذه معلومة خاطئة، والسبب أن الدهون لا يتم تحللها على شكل عرق، إنما تتكسر وتتفكك داخل الجسم إلى أحماض دهنية. أما عن التعرق في جسم الإنسان فهو يختلف من شخص لآخر، وهناك عوامل أخرى أيضا قد تؤدي للتعرق غير بذل المجهود المناسب مثل الأحزمة المطاطية. لذلك الاعتماد على نسبة العرق كمؤشر للمجهود والفائدة غير دقيق تماما، والعامل الأساسي لمراقبة المجهود هو نبض القلب، والحل في عدم لبس الأحزمة المطاطية وقياس النبض بالطرق العلمية المعروفة أو بطريقة سهلة جدا في التمرين من خلال وضع اليد على الجهة اليسرى من الصدر ومراقبة المجهود والاستفادة بشكل أكبر في التمرين. تقول الشائعة السادسة: إن التمرينات لمنطقة معينة يحرق الدهون في هذه المنطقة تحديدا، وهذا خطأ. أيضا يقوم البعض بتمارين لحرق الدهون في البطن مثل ممارسة تمارين المعدة أو الكرانشز فقط، وهذه فكرة خاطئة، حيث أن الدهون في الجسم تتراكم حسب العوامل الجينية وتختلف بين شخص وآخر، كما أنها تختلف بين الرجل والمرأة مثلا، فالبعض تتراكم الدهون لديه في البطن وآخر تتراكم في الأرداف أو الذراعين أو الورك. أما التمارين فالغرض منها تمرين العضلة وإظهار شكلها، لكن لا يتم حرق الدهون في تلك المنطقة، وفي النهاية يكون النزول بالوزن من جميع أنحاء الجسم. وإذا أراد الشخص أن يخفض من وزنه بالرياضة عليه ممارسة الرياضة القلبية مثل الجري والدراجة والسباحة أو أي تمارين ترفع من نبضات القلب. تقول الشائعة الأخيرة: ريجيم التمر واللبن مفيد للنزول بالوزن، وهذا خطأ. انتشر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي أن اتباع نظام التمر واللبن يؤدي إلى نزول الوزن والاستفادة منه، وهذا الكلام خطير جدا، حيث أنه يوجد عناصر غذائية كثيرة يحتاجها الجسم بشكل يومي غير موجودة في اللبن والتمر، والاقتصار عليها كنظام غذائي أمر خاطئ، ولكن اتباع ريجيم صحي ومدروس ومتوازن من خلال المجموعات الغذائية الخمس سيعطينا نتائج إيجابية لصحة أفضل. حلقتنا لهذا الأسبوع وصلت إلى النهاية. يمكنكم مشاهدة الحلقة مرة ثانية عبر قناة الفلوجة .tv ومواقع التواصل الاجتماعي. موضوع حلقتنا الأسبوع القادم سيكون حول ألوان الخضار ودلالة هذه الألوان. لاستفساراتكم يمكنكم مراسلة بريد البرنامج أو صفحة البرنامج على الفيسبوك. انتظرونا في الحلقة القادمة. Thank you.